الا جيتي بالسنوات ديال اللي عند الناس هنايا تجبرك اقل ما تجبرك تجبرك 15 حتى 20 سنه ديال العمل. كاين الناس اللي عندهم 36 و 37 عام هاد المؤسسه اللي خدموا فيها اللي تكونوا فيها اللي ترباو فيها اللي تزوجوا فيها وداروا ولادهم فيها وفي الاخر المصير ديالهم هو التشرد وما شردوا هاد الناس. هاد الشهر وحنا خدامين داروا لنا بلون داكسيون داروا لنا اون بلوا دي طون تنجيو تنحضروا تنقدوا معاهم الماتيريال تنستفوا تنحسبوا تنديروا حتى لاخر المطاف. حنا مولفين تنتعدى لنا الاجر ما بين داك 27 28 فيفر في الشهر وكانت عندنا طمأنينة تيطمئنوا لنا على انه يعني المسائل هذا الشهر هذا راه المسائل ديالنا ما تدوز في امل الله وحده راه ما يكونش حوار جد اللي باش ندوبوا المصير ديال هاد الناس. لقينا على الاداره البارح قلنا له الديره اليوم جوج في الشهر ولحد الان مازال ما توصلنا لا بلي فيش دوبي ولا بالخلاص ديالنا ودابا تيخصنا الله يجازيكم بخير تعطيونا المسائل ديالنا. قال لك اودي غدا باش يكون عندكم لي فيش دوبي ديالكم وباش يمشيو لي صالير ديالكم. جينا هاد الصباح تنتفاجئوا بانه كل شيء عنده الخبر الا الناس ديال المؤسسه اللي ما عندهمش الخبر بانهم باش متخلصوا 50%. خدينا لي فيش دو بي تنجبرو فيها الصالير ديال 50%. 50% واش اللي تيخدم اللي ماشي ماجي وعندو الاوقات ديال العمل ديالو وعندو بلان داكسيون دايرها اداره وهاد 50% معاه متوافقوا معاه على انه يعطيونا هاد 50% وهاد 50% شنو ماشي دير لهاد الناس هادو اللي راجل عنده التزامات ديال الكرا عنده التزامات ديال البنكه عنده. حنا هادشي تنرفضوه رفضا باتا ديال لا 50% ولا شهر ونص الحساب اللي قالوا لنا. حنا تنطالبوا